حبيبة قلبي والله العظيم نورتي مكانك. الحلقة امبارح كانت وحشة قوي من غيرك. والله اتفرجت عليكي وكنتي مالية نفسك كده. الحمد لله على سلامتك. وطبعا يمكن زي ما انت بتقولي شرف لينا كلنا، شرف لينا كلنا. مش هقول كأهلوية لأنه الفترة اللي جاية الحقيقة ما ينفعش يكون في تصنيف، انا هقول شرف لينا كمصريين ان احنا نشجع النادي الاهلي اللي بيلعب باسم بلدنا قدام بطل اوروبا واسبانيا، ندعمه ونكون في ظهره لان اللي الاهلي بيقدمه هو انجاز لكره القدم المصريه. العالم دلوقتي مستني اللقاء المرتقب ما بين كبير افريقيا وكبير اوروبا، وما يتقالش ما بيتقالش في عناوينهم الاهلي ونقطه، لا بيتقال الاهلي المصري، ونحط تحت المصري دي 100 خط. احنا معانا اخبار كتير النهارده، فخلونا نبدا حلقتنا كده ونروح نشوف معانا اخبار ايه النهارده في السريع.